فلسطين بل القدس، ورد ذكرهما في القرآن الكريم باسم الأرض المقدسة. منذ عشرات السنين وهذه الأرض الطاهرة تقبع تحت وطأة أكثر أبناء البشر رجسا وخبثا. إن فلسطين حية وهي تواصل جهادها، وستستطيع بعون الله في النهاية أن تهزم العدو الخبيث. القدس الشريف وفلسطين، كل فلسطين هي للشعب الفلسطيني، وستعود إليهم إن شاء الله، فما ذلك على الله العزيز. إن الحكومات والشعوب المسلمة بأجمع